إذن مشاهدينا، أول ملف خصصناه للنقاش كما قلت عن لبنان، عن الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها هذا البلد، وعلى الرغم من رد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على البلبلة التي أحدثها تصريح نائبه سعادة الشامي حول إفلاس الدولة والمصارف، مشيرا إلى أنه فهم منه أن ما أخذ من حادثه كان مجتزأ أو متجزئ، وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة. ولكن هذا لا ينفي أن أياما صعبة للغاية يعيشها لبنان، يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد. وقد اعتبر خبراء اقتصاديون أن أزمة لبنان الاقتصادية من بين أشد الأزمات حدة في العالم منذ 1850. للنقاش أكثر حول ما يحدث في هذا البلد، يسعدني أن أستقبل عبر خدمة سكايب بالأستاذ فؤاد الديراني، محلل وباحث في الأنثروبولوجيا من لبنان السياسية. أسعد الله صباحك وأهلا بك سيدي. صباح الخير لك وللمشاهدين. سيدي، بما أنك أنت مختص في الأنثروبولوجيا السياسية، بما يعني دراسة بنية النظم السياسية، هل يمكن القول أن ما يحدث في لبنان هو أزمة سياسية أكثر منها اقتصادية؟ لبنان يعيش أزمة بنيوية في الأساس، يعني بسبب التداخل ما بين المدني والأهلي، ما بين البنى التقليدية وبنى الحداثة، ما بين تركيبة الطوائف والعشائر والمناطق وتركيبة الدولة. وقد استطاع لبنان في الفترة التي تعرف بالعصر الذهبي للبنان، فترة النهوض الاقتصادي، أن يطمس هذه الفوارق وأن يقلل من أهميتها. لكن ما دفعه لبنان بسبب الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت ل15 عاما بين العامين 75 و1990، وما ساد بناء الدولة بعد وقوف إيقاف الحرب الأهلية اللبنانية من هدر ومن محاصصات بحسب التسميات اللبنانية، هذه المحاصصات أمعنت في الإفلاس المتمادي للخزينة اللبنانية، وصولا إلى ما نشهده الآن من عجز على كافة المستويات، لدرجة يمكن أن نشير أن رواتب اللبنانيين قد فقدت حتى الآن نحو أو ما يزيد عن 85% من قيمتها الشرائية، والأسعار في المقابل الأسعار فقد تضاعفت من 15 ضعف فما فوق. وبالتالي فأن هذه الأزمة، يعني اللي حصل هلأ بالمصارف، هو بمثابة القشة التي قدمت ظهر البعير. فكان في تراكم لأزمة عم تنمى وتنمى حتى وصلت إلى لحظة الانفجار، وهو ما نشهده حاليا في لبنان. يمكن القول كذلك بما يتم تداوله من قبل خبراء اقتصاديين أن السياسة الاقتصادية التي اتبعت في لبنان كانت خاطئة في الأساس. من المعلوم أن السياسات الاقتصادية هي سياسات متكاملة، لا يمكن فصل الجانب النقدي أو السياسة النقدية عن السياسة الضريبية عن السياسة المالية. وبالتالي ما يحدث الآن أنه وكأن المشكلة فقط هي مشكلة في النقد وفي حاكم مصرف لبنان. طبعا أنا لا أبرئ حاكم مصرف لبنان مما وصلت إليه الأمور من تجميد ودائع ومدخرات اللبنانيين، لكن السياسات الاقتصادية، ألم ينتبه القيمون على السياسة اللبنانية أن لبنان يعيش هذا الفارق؟ الصادرات تبلغ فيه نحو 4 مليارات دولار، بينما يستورد سنويا نحو 20 مليار دولار. وبالتالي هذا الفارق هذا بسبب الضعف والخلل في السياسات المالية، أيضا الخلل في السياسات الضريبية. السياسات الضريبية في لبنان، نحن لا نعتمد مبدأ توزيع عادل للثروة ولا الضرائب المتصاعدة بحسب المداخيل، إنما غالبا ما تعمد الدولة اللبنانية عبر سياساتها المتنامية إلى تدفيع الناس أكلاف أي انهيار. وهذا ما يفسر فقط الطبقية الموجودة في لبنان ما بين طبقة الأثرياء والفقراء؟ للأسف يعني بلبنان في عنا كان شيء يعرف بالطبقة الوسطى أو الطبقة المتوسطة، وهي الطبقة التي تعيش من مداخيلها ويعني عندها هامش من الاستقلالية عن قوى الأمر الواقع اللبنانية.
الفقر المتمادي والإفلاس المتمادي للخزينة العامة أدى إلى تدمير هذه الطبقة، وبالتالي صار في عندنا طبقة مترفة باهظة الثراء، وفي عندنا غالبية الشعب اللبناني باتت ترزح تحت خط الفقر، وبالتالي إنه صار الهم تبع الناس هلأ هو تصاغرت أحلام اللبنانيين، صار اللبنانيين يبحث عن هموم لقمة عن العيش. لقمة العيش والخدمات العامة من كهرباء، مناظر مؤسفة جدا. أن نشهد بيروت في اليومين وضواحيها والمناطق الأقرب من جبل لبنان إلى العاصمة بيروت، تلك المناطق المعروفة بجمالها وبجاذبيتها، تحولت إلى أكوام للنفايات. فالدولة تستقيل من معظم وظائفها. سيدي، هل تتوافق مع الخبراء الذين يقولون إن لبنان في الأساس هي كانت بلد يعيش على المنح الدولية؟ نحن كان في عندنا اقتصاد، هذا الاقتصاد يعني مرقنا بفترات ذهبية سميتها، طبعا مش ذهبية بالمعنى الاجتماعي وبمعنى التوزيع العادل للثروة والانتباه للإنماء المناطق وكذا، بس إنه كان لبنان من أقوى العملات بالعالم. بس المشكلة بلبنان أن الاقتصاد كان عم بيركز على قطاع إنتاجي واحد اللي هو الخدمات والسياحة. السياحة تراجعت بسبب الحرب، القطاع الخدمات واللي أساسه القطاع المصرفي، هذا القطاع فقد الميزة، فقد قدرته التنافسية بسبب صار في عندنا قطاع مصرفي بالخليج، بدول الخليج العربي، صار في عندنا سويسرا، صار في عندنا القلقلات والأزمات الدورية اللبنانية التي تتحول غالبا إلى أزمات أمنية، وبالتالي هربت الرسامين، أدى ذلك إلى هروب الرسامين. وأن لبنان صار بيعيش على بعض المساعدات ببعض وقف الحرب الأهلية اللبنانية، المساعدات اللي اندرجت تحت خانة الإعمار، لكن هذه المساعدات جرى إنفاقها وفق مبدأ من المحاصصة اللبنانية ومن الشطارة اللبنانية، ما أدى إلى تبديدها وإلى عدم تلمس مفاعيلها الحقيقية. سيدي، الأكيد أنه تداعيات الأزمة أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لها تداعيات على جميع الدول. كيف انعكس ذلك على لبنان في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب بهذا البلد؟ دعيني أقول سيدتي أن لبنان كان يعيش منذ ما قبل تشرين 2019، أكتوبر 2019، كان يعيش أزمة متنامية، أزمة اقتصادية متنامية، وهذه الأزمة كفيلة بهز بإحداث ارتجاج عميق في الاقتصاد اللبناني. هذه الأزمة بمفردها كانت تكفي، فما بالك ما حدث بعد ذلك. الكورونا، نعم. جائحة كورونا، انفجار المرفأ، وهو الانفجار اللي يعتبر انه من اضخم الانفجارات اللي حصلت على مستوى العالم، وادى وأدخل الى لبنان تدمير احياء سكنيه. في زقاق مظلمة. نعم، الى انفجار المرفأ حدث، يعني فاذا في عندنا الازمه الاقتصاديه اللي اصلا كانت ناشئه ومكمله، في عندنا الكورونا وما والسياسات اللي اتبعت حيالها، في عندنا انفجار المرفأ، واخيرا في عندنا مثل لبناني بيقول اكتمل النقل بالزعرور، بمعنى انه النقل هو ماده الضيافه اللي تقدم بالاعياد اللبنانيه، كان ناقصها شيء جاتنا الحرب الاوكرانيه. الحرب الاوكرانيه ادت الى ارتفاع جنوني غير مسبوق وغير منطقي، ويفتقد الى اي تفسيرات علميه، يعني خصوصي بمواد. هلا نحن في عندنا تهديد انه ينفقد القمح من الاسواق، الزيوت ارتفعت طبعا المحروقات، وخصوصي انه كان عندنا شتاء قاسم وبارد، ونحن عندنا معظم سكان لبنان يعيشون في المناطق المرتفعه وبحاجه للتدفئه. يمكن القول أن تداعيات الأزمة الأوكرانية على لبنان زادت الطين بلة. زادت الطين بلة وفاقمت كثيرا. هناك مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وكذلك صندوق النقد الدولي بخصوص يعني تقديم قروض للبلاد، لكن مقابل الشروط. هل يمكن باختصار فقط أن نعرف تلك الشروط التي ستفرض على لبنان إذا وافقت الحكومة على هذه الشروط؟ نعم، لبنان يعتمد منذ 2019 يعتمد سياسة شراء الوقت، يعني حتى يأجل الانفجار الكبير
فوتوا حالا للحكومة اللبنانية بخطة دعم أهدرت بموجبها عشرات المليارات من الدولارات المتبقية من ودائع للبنانيين. هلأ صندوق النقد عم يشترط على لبنان بعض الإجراءات التي تسمى مش شعبية وقاسية، يعني من نوع تخفيض حجم القطاع العام، رفع كافة أشكال الدعم عن كافة المواد الغذائية وغير الغذائية في لبنان. ولبنان مثل ما بتعرفي حضرتك أنه مقدم على انتخابات يفترض تشريعية ب 15 أيار الألف مايو. الجاري القادم، نعم. وبالتالي في عنا صعوبة بالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. هن ذاتهم حيكونوا مرشحين للانتخابات ولو بوجوه مختلفة، وبالتالي في عنا سياسة التلاعب والحزاقة اللبنانية أنه نحن ما فيش عنا إفلاس، لا في عنا انخفاض بالملاءات وكذا. ماذا تسمين دولة عجزت عن الدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما قادرة تأمن لموظفي القطاع العام وخصوصا القوى الأمنية اللي هي الحصن الأخير للبنان من رواتب، يعني تأمنوا حق الاستمرار في عيش لائق وكريم، ناهيك عن عدم القدرة على الدفع لتأهيل الخدمات العامة. دولة عم تستقيل من كل هذه المهام، ماذا تسميها؟ يعني إذا انزعج الشباب من تسمية دولة مفلسة، يعني ممكن نلاقي لها مرادف ثانية، بس بالحقيقة وضع مزري، وبالتالي أنه اللبنانيين بده يشوفوا كيف يستخرجوا من صناديقهم السحرية تسميات ويهدروا الوقت ويشتروا الوقت مع صندوق النقد الدولي، ولكن بالأخير ما في مجال إلا بهذا الطريق. في حال ما إذا أجبرت الحكومة اللبنانية للقبول بكل شروط صندوق النقد الدولي، كيف سيؤثر ذلك على القدرة الشرائية، وخاصة كما قلت أن لبنان تعيش هذه الأزمة الاقتصادية منذ سنوات، وكذلك يعني الحكومة اللبنانية تسهم في تقديم الدعم للطبقة الوسطى وحتى بالنسبة للفقيرة بهذا الدعم؟ للتوضيح فإن الدعم بمعظمه قد تلاشى، يعني غاب الدعم، يعني كان في دعم على المحروقات، كان في دعم على بعض المواد الغذائية، استنفذوا الأموال اللي كانت ممكن أصلا تساعد بخطة الدعم. بسبب استنزاف الأموال يقتصر الدعم هلأ على بعض الأدوية خصوصا فيما يتعلق بالأمراض المستعصية وعلى الطحين والخبز، وبالتالي أنه نحن قادمين فعلا بلشنا نعيش حقيقة مفاعيل غياب الكلي للدعم هلأ. وكيف عم يتصرف سيتقبل الشعب اللبناني في حال ما إذا وافقت الحكومة على شروط صندوق النقد الدولي للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية؟ لن يتقبل الشعب اللبناني، ولكن حتى الآن باستثناء الحراك العظيم اللي جمع مئات آلاف اللبنانيين بتشرين 2019، في عنا أشكال من ردود الفعل المتناثرة والمفككة بدليل ما نشهده من تحضير للانتخابات التشريعية. يعني بدل ما يكون في لائحة بمواجهة لائحة التسمية اللبنانية، في عنا لوائح تصارع، في عنا صراعات بينية بين من يفترض بأنهم هن القوى اللي بدهم يحاولوا يوضعوا سياسات بديلة تنقذنا من هذا الوضع الاقتصادي ومن هذه الأزمة العميقة. وبحديثك عن الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 15 من شهر مايو، هل هذه الانتخابات قد تغير وتصحح ما قامت به الحكومة ولا حتى بالنسبة للبرلمانيين السابقين؟ يعني لدي عدم ميل لعدم الحديث عن الانتخابات وكأنها موضوع تنبؤ، كأن موضوع عرافين، الأمر يحتاج إلى استطلاعات، ولكن بحدود ما هو معلوم من حركة لدى القوى المعنية بالانتخابات يمكن أن نشهد تعديلات، ولكن هذه التعديلات دعيني أقول أنها سوف تكون تعديلات طفيفة ولن تمس بجوهر أو ببنية التركيبة اللبنانية القائمة على ما يسمى عندنا بالديمقراطية التوافقية. الديمقراطية التوافقية يعني اللي بتحاول ترضي الأحزاب، يعني بتحاول ترضي الطوائف. كنظرة استشرافية من قبلك سيدي، هل ستطول الأزمة الاقتصادية في لبنان؟ للأسف، يعني خلينا نتحدث علم، يعني بخبرتنا وبتجربتنا عن بلدان ممكن تمر بهكذا أزمات. أشير هنا فقط إلى نقطة، إلى أن اليونان مثلا عاشت هذه الأزمة الاقتصادية وتمكنت من الخروج من هذه الأزمة من خلال كل المنح التي قدمت والمساعدة التي قدمت من الاتحاد الأوروبي. ماذا عن لبنان؟ نعم، وهذا ما كنت سوف أكمل به، أنه التغيير يتطلب سياسات فعالة، سياسات علمية، ويتطلب وقت وبدو دعم.
حضرتك عم تذكري المثل اليوناني، باليونان صح، بس انه شوفي قد ايه رصد لها من الاتحاد الاوروبي وتحديدا من المانيا ومن فرنسا الى درجه ما. وبالتالي انه بما انه نحن لم نضع اقدامنا حتى الان على سكه الحل، فالازمه للاسف طويله. يمكن طرح هذا السؤال حين نبدا بالمعالجه الجاده والفعليه والعلميه لمضاعفات ولتداعيات هذه الازمه واهوالها. على كل، سنرى ما ستفرزه الأيام المقبلة سيدي. الأستاذ فؤاد أديراني، محلل وباحث في الأنثروبولوجيا السياسية، كنت معنا عبر سكايب من لبنان. نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وعلى كل هذه الإيضاحات.